واللي ما شفتوش عمري في واحدة إنها تذبح وتداوي نزيف. طب لما قتلتيني يا حلو ليه ما قطعتيش زوري كويس؟ سميتي عليا؟ كان لسه لساني بيتشاهد وبشاهد إيدك والدبلة، تمتمتي كلام عن إني جميل والعيب في نصيبك ونصيبي، وسحبت إيديك بسرعة عشان تخلص على طول، وما متش من نصل فراقك، بس من وقتها عايش مسطول ولا كان على البال ولا على الخاطر. العيب مش إنك تدي وعود من غير أسباب وبدون نية، العيب إنك تمشي بقلبك ومازال جسمك جنبي وحاضر. الله شاهد إن أنا بديتك عن أشياء أجمل بكتير، وعملت حاجات لو مع غيرك عمرها ما تصير. الله شاهد إن أنا ممشيتش فطريق هيكون آخره غيابك. رضوى الشربيني ما بتسميش على صنف الرجالة القلاب. طب تعرفي ليه؟ تعرفي ليه؟ علشان مش صعب إن الراجل يحكي عن الست اللي تسيبه ورجولته بتنقح على قلبه ويخاف للناس تيجي تعيبه. مش بس الستات بتعيط، في بنات عوروا رجالة كتير. على أي حال ضيعنا سنين فما جاتش في دي. أنا رديت بس أما غلطتي، وزمان عديت لك حزن كتير فهعدي كمان المرة دي. وعجبك.